اسم واحد منهم اللي هو طارق حامد، وكان عليه جدل كبير الايام اللي فاتت. الحمد لله النهارده لعب لمده تقريبا الحمد نص لله. ساعه ضد بيترو اتلتيكو الانجولي. انت شغلك معاه عامل ازاي؟ وهل كنت شايف انه بيتمرد؟ لا لا، ما فيش الكلمة دي خالص. طارق كان مصاب فعلا، وإصابة كانت معقدة. إصابة يعني ما بتجيش كتير، وبيبقى unlucky اللي بياخد الإصابة دي، عشان بياخد وقت كبير قوي فيها. غير محظوظ. يعني إصابة جاية بنهاية الاي تي باند، اللي هو العضلة الفخذ الجانبية دي، ايوه مع الركبة، مع الرباط الخارجي، مع الرباط الصليبي الخلفي، تمام. في نقطة واحدة. فالموضوع كان صعب فإصابة شوية مزعجة جدا يعني، جدا. والتعافي منها بيستدعي الوقت اللي كان فيه طارق حامد ولا بيستدعي وقت اكتر من كده، بس أكتر؟ طارق فعلا كان بيتعب كتير. طارق كان يعني يعتبر بيشتغل 3 4 مرات في اليوم، يروح لدكتور الصبح، وبعد كده يروح يعمل ريكفري، بعد كده يرجع لي يشتغل شوية، بعد كده يرجع يعمل ريكفري تاني. كان تعب جدا في الإصابة دي، يعني مجهود بصراحة عمله جبار عشان يقدر يرجع تاني. وعودته بمباراة النهاردة هي عودة بعد اكتمال لياقة، ولا شايف انه كان لسه المفروض ياخد وقت أطول؟ هو يعني انه يحط رجله في الملعب دي كويسة، بس يعني هو لسه في شوية هيبدأ يعني يعلى بيها شوية، لسه يعني محتاجين اسبوع اسبوعين كمان هيرجع طارق احسن بكتير. بتبان بقى في ايه عدم اكتمال انه لسه محتاج اسبوع؟ بتبان في الالتحامات، ولا بتبان في الجري، ولا بتبان في ايه بالظبط؟ بسألك هنا يعني تخصصك انت بالذات. احنا بنشتغل بتكنولوجي، فكل حاجة الستاتس اللي طارق بيلعب بيها فبتبقى على طول معانا. بنبدأ بقى نعمل مقارنة بين القديمة والجديدة، وبنعمل مقارنة طبعا، بنشوف الحمل عامل ازاي، الباور بتاعه عامل ازاي، التسارع بتاع السبرنتات، النفس، الفي او 2 ماكس عنده في الرئة. شغل تكنولوجي شوية عشان نقدر نبدأ نشتغل تفاصيل صغيرة. تمام، نقطة مهمة جدا. اتكلمت في التايتل بتاعك على الأداء الحركي، تحليل الأداء الحركي، مظبوط. معناها إيه في الكورة دي يعني؟ تحليل أداء حركي للخصم وللفرقة بتاعتي، تمام. أعرف إمكانياتي بدنيا وإمكانياتي، أقدر أقف قدام مين من الفرقة دي، أقدر نحط مين قدام مين، نشوف القوة بتاعت الفرقة المنافسة إزاي، ونبدأ نشتغل عليها. وحصلت كتير يعني، واشتغلنا كتير وأثبتت نجاح يعني. دي أول مرة أعتقد حد يشتغل بيها يعني في مصر دي برضو أو في بأجهزة، بأجهزة. بتعرف ازاي تقلل المجهود اللي انت ممكن تبذله، يعني ما تضيعش مجهودك يعني مظبوط، هدر. بنعمل سيف باور كده، بنخلي اللاعب بدل ما بيعمل مثلا 10 متر عشان يوقف لاعب، ممكن نخليه يوقفه في 2 متر بطريقة معينة، أو بجارية معينة، أو بأنجل معينة. بتبقى بيها قفلت مثلا زاوية تمرير، زاوية صح؟ تمرير، زاوية شوت، زاوية جامب، تمام. يعني بياخد الارتقاء بتاعه، بياخده من 0 ل 10، بنديله من 0 ل 5 كده يعني. هل طموحك من ضمن طموحاتك العمل في اي انديه مصريه، ولا انت باصص لبره اكتر؟ انا باصص لبره اكتر، ولو حاجه مصر يبقى منتخب مصر منتخب مصر. ان شاء الله. ربنا يوفقك وتوصل في يوم من الايام ان شاء الله. للطموح اللي انت عايزه. من ضمن اللاعبين اللي انا عارف انك بتتولى العمل معاهم من الناحيه البدنيه هو ابن لي كلارك. اكيد مش ده الخبر المهم، ابن لي كلارك تمام، بس هو الواقع ان ابن لي كلارك هو بابي كلارك، لاعب شباب ليفربول الانجليزي. كلمني عنه اللاعب بابي كلارك. هو لاعب اللي في بوتنشال، النص طبعا ما بين هندرسون وارنولد دلوقتي. مظبوط. هو بيتصعد فريق اول كتير، وحتى بيتكلم مع محمد صلاح، محمد صلاح بيحبه جدا، ساديو ماني بيحبه برضه جدا، بيتمرن كويس قوي. لاعب من هو عنده 16 سنه 15 سنه مهتم جدا بالتفاصيل الصغيره، مهتم بالاكل بتاعه، مهتم بالتمرين، بيهتم بالموفمنت كوركشن. لو عنده مشكله في السبرنت، عنده مشكله في الارتقاء، في الالتحام، بيصلحها. لاعب محترم جدا، وهيبقى اسم كبير في الكره الانجليزيه. انت ايه طبيعه عملك معاه؟ بتهتم باي جوانب تحديدا؟ الموفمنت كوركشن، الموفمنت اللي هو تصحيح الاداء تصحيح الحركي. التحركات، مفهوم. وده بيكون برضو ان من حق اللاعب ان هو يشتغل برايفت مع حد غير شغله مع النادي، طبعا بيبقى تنسيق. بالتنسيق مع اداره ليفربول. يعني ممكن نوديه في داهيه دلوقتي. هو مفيش تنسيق؟ لا، اللي احنا اتكلمنا عنه يعني. كنا بنهزر يا جماعه، كنا بنهزر. لا ما كناش على الهوا. لا عادي، ما هم مش هيفهمونا دلوقتي. ربنا يستر، كل حاجه بقت تترجم دلوقتي. لا، هو لاعب
قوي قوي. مكانه كمان رقم 10، وتم توظيفه كليفت وينج، عشان انت عارف ان بره في اوروبا السيستم بتاع الفيرست تيم بيمشي على كل الفرق طبعا. الرياضيه اللي تحت صح. انا نفسي اشوف السيستم ده موجود في افريقيا. ان الفيرست تيم بيمشي بسيستم معين، كل الفرق اللي تحتيه بتمشي بنفس السيستم، عشان لما حد يصعد فريق اول ما يعانيش. ايوه في ادابتيشن كويس وسريع 100%.